أعتقد أن البريطانيين هم دايما يعملون على ما توصل إليه الآخرون، وده ممكن نسميه ذكاء، ممكن نسميه أن أنا مش عاوز أتعب نفسي من الأول، أنا أشوف بالبلدي كده، أشوف العجلة بدأت فين وأنا أبدأ أطورها. وهو ده ما حدث، أن إحنا معانا القطعة الأصلية وأنت معاك التفسير، بس أنا في الآخر الناس هتيجي تزورني في متحفي أنا عشان أرى هذه القطعة اللي أنت اكتشفتها. ويظل الولع العالمي اللي بدأ من فرنسا وانتقل إلى بريطانيا ومنه إلى عواصم العالم مرتبطاً بهذا العلم اللي أسس قواعده العالم الفرنسي شامبوليون، علم المصريات اللي فتح أبواب أخرى لاستكشاف البدايات الأولى لعلوم الهندسة والفلك والطب والتحنيط، وضع علامات استفهام عديدة حول كيفية وصول هذه الحضارة القديمة التي بدأت قبل الميلاد إلى هذا المستوى المتقدم من العلوم. ده ما استطعنا أن نحن نقرأ اللغة المصرية القديمة قراءة صحيحة، وبالتالي إحنا أصبحنا قادرين على ترجمة الموروث العلمي اللي تركه المصريين القدماء، ومن هنا إحنا عرفنا الأصول الأولى للعلوم. وهذه الأصول الأولى كان حتى العصور الوسطى يعتقد إن هي ذات أصول للحضارات الكلاسيكية في اليونان وروما. فإذا بنا نكتشف أن ما تعلمه اليونان والرومان ما تعلموه إلا في أرض مصر. فن التحنيط لم يعرف أسراره، لم تكشف أسراره كاملة. العلوم المعمارية والبناء المعماري لم تكشف لحد الآن. نظرية بناء الهرم لا يصل إليها أحد حتى الآن بنظرية سليمة، وما زالوا يبحثون عنه. الحضارة المصرية فتنت العقول بما أنجزته وبما حافظت عليه من أسرار ولم يصل إلى آخر. تظل النسخة الوحيدة الأصلية لحجر رشيد موجودة في المتحف البريطاني، وعلى الرغم من كافة الجهود المصرية لاستعادتها إلا أنها تظل بالنسبة للبريطانيين ثروة قومية بتجلب إليهم ملايين الزيارات على هذا المتحف، وبتتمتع بمكانة خاصة جداً نظراً لأنها مفتاح اللغة المصرية القديمة كما كتبوا عليها. حجر رشيد أنا شفته في 2014 مكتوب عليه كده بالنص في المتحف البريطاني في لندن، مفتاح اللغة المصرية القديمة مكتوب عليه كده. يعني الحجر ده هو المفتاح اللي فتح الباب لكل هذا الكم الهائل جدا عن علوم الحضارة المصرية. وعلى الرغم من وجود نسخ طبق الأصل في عدة متاحف مصرية لهذا الحجر وعلى رأسها المتحف المصري في ميدان التحرير، إلا إن الأمل ما زال بيراود الكثير من الأثريين في اكتشاف نسخ أخرى من حجر رشيد، نظراً لأنه كان خطاب شكر من الكهنة إلى الملك يمكن أن يصدر بنفس هذه الصيغة من أكثر من معبد.